سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، صحه ديالكم مزيانه. اليوم ان شاء الله البنات جيت وجبت لكم ديما الجديده البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير، صحه ديالكم مزيانه. اليوم البنات غادي نهضر لكم، بلا ما نطول عليكم، جيت نهضر لكم على سيرو اراكتين. هذا السيرو هذا فاتح الشهيه، او كما كنقولوا حنايا سيرو ديال الحساسيه. مهم، قبل ما ندوزو في موضوع البنات، ما تنساوش انكم ديروا لايك زوين بحالكم، ومرحبا بالناس جداد، وما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. مهم البنات، اليوم نهضر لكم على هذا، انا نهضر لكم على هذا تجربه ديال واحد الصديقه ديالي ساكنه معايا هنايا في العماره. كنعرفها بنت ضعيفه، واحد النهار تلاقيتها، لقيتها بوف دغيا غلاضت تنفخات، يا انا كنقول لها يلاه شتك سي من الفايته كي درتي لها؟ قالت لك مهم، قالت لي تنجي وغادي نشرح لك والو، كما عارفين اختكم ضروري تعرف السر. مشيت عندها قلت لها ضروري ومؤكد انك تقولي لي شنو هو شنو السبب انك حتى دغيا تنفختي، دغيا غلاضتي، هذا ماشي غلط، هذا نفخ. قالت لي واش غادي نقول؟ قالت لي راني عييت بالضعف، عييت يعني ضعيفه ما تتاكلش، وقالت لي ما عنديش الشهيه ما عنديش هادي. قلت شنو ندير؟ مشات للفرماسيان، قالت لها راه ما كناكلش هادي. قالت لها عطاتها هاد اراكتين البنات، بصح هو فتح ليها الشهيه وجاب ليها النعاس. واش غادي نقول لكم؟ الا قلت لكم فوقاش المده اللي غلظها غادي تصدموا. 3 ايام البنات، 3 ايام تنفخات البنت ولات وحده اخرى. كنقول انا كيفاش؟ كما قلت لكم البنات، 3 ايام البنت ولات وحده اخرى، غلاضت تنفخات. غادي نقول لكم الوجه تقلب، الصحه تقلبات، راه ولات وحده اخرى، هادشي ماشي طبيعي عندك. المهم قلت لها اتونسيون اتونسيون، هادشي راه كيضر. المهم نصحتها، قلت لها هادشي راه كيضر، راه كيدير الماء تحت الجلد. المهم قلت لي انا غادي ندير تجربه، غادي نشوف، وهذيك الساعات الا ما وافقنيش غادي نقطعو. المهم قلت لها وانتي تعرفي. المهم البنات كملت سيمانه السيده غلاضت، عرفتي شنو هي غلاضت؟ ماشي زعما غلاضت تنفخات البنات، تنفخات هي. هذيك تلاقيتها واحد الخطره طلعت تنهش في الدروج، قلت لها مالكي؟ قالت لي يا راه ما بقيتش كنقدر نطلع في الدروج، راه كنطلع كنهج. وقالت لي بلي راه ما كنعش بالحريق في الركابي، الحريق في الركابي وهنايا مفاصل ديال اليدين. قالت لي راه ما كنعش بالحريق. قلت لها شنو هو السبب؟ قالت لي ما عرفتش. قلت لها ما عرفتي شنو هو السبب؟ السبب هو السيرو اللي شربتي، راه هو اللي دار لك هذاك الشيء. البنات نصيحه من عندي، الله يعطيكم الستر، الا باغيين تغلاضوا وبغيتوا تغلاضوا وبغيتوا تصحاحوا ديروا شي حاجه طبيعيه البنات. الا درتوا هي الحلبه، ولا درتوا الزنجلان مع دانون، ولا درتوا يعني هكا يا درتو هكا يا شي حاجه طبيعيه البنات، ولا خذوا مكملات غذائيه، وما تاخذوش البنات هذا تهلكوا الصحه ديالكم. ديما انا تنقولها لكم، تنقول لكم هذا راه كيهلك الصحه البنات، راه كيخرج. دابا بزاف ديال الاخوات اللي غادي يهاجموني في هذا الفيديو، غادي يقول لك لا حنا جمعنا وحنا درنا، ولكن راه كتهلكوا الصحه ديالكم البنات. ونسيت نكمل لكم بعدا البنات، منين كملاتو اسبوع قلت لكم ما بقاتش كتنعس بالحريق، قلت لها رمي عليك هذاك الشيء ما تبقايش تشربيه، قلت لها راه غتخرجي على الصحه ديالك. داك الشيء اللي دارت البنات، قلت لها المهم باش ما تضعفيش حاولي انك تقطعيه بالتدريج. يعني كانت كتشربو 3 المرات كدير 2 مرات في النهار، مره عاوتاني تبقى دير مره في النهار، عاوتاني تبقى تشربو نهاريا نهار لا حتى تقطعو. المهم داك الشيء اللي دارت البنات، داك الشيء قطعته بالتدريج باش انها ما تنساش. ولكن رغم ذلك البنات دوزت اسبوع لك ولات ضعف من اللي كانت، رغم انها قطعته بالتدريج البنات. يكذب عليكم الكذاب البنات اللي يقول لكم بان هاد السيروات عندك هذا وعندك هذاك انتينوريكس، ومهم هذيك المجموعه كامله البنات ديال الحساسيه البنات، هذا راه ديال الحساسيه البنات، راه كتخرجوا على الصحه ديالكم بيديكم، راه كيدير الماء تحت الجلد. اختي الا كنتي ضعيفه وصحيحه، يعني كتحسي براسك صحيحه، كتحسي براسك عندك الطاقه، كتحسي براسك عندك الجهد، لاش اختي غادي تغلاضي؟ اللي يبغيك يبغيك هكا، كيبغيك كيما انتي، علاش غادي تغلاضي ليه؟ وفي الاخر انك تجيبيها في صحتك البنات، راه واخا قطعاتو مازال الركابي ديالها تضروها البنات، يعني خرج عليها البنات. المهم مابقاش كيضرها بهذيك
يعني بالطريقه اللي كان كيضرها ملي كانت كتشربو يعني ولا كيخف. قلت لها انا مع المده لحقاش هذا ملي كتكوني كتشربيه على الاقل تجلسي شهر عاد باش كيحيد لك المفعول ديالو. ونزيدكم البنات من قطعاته ما بقاش كيبغي يديها الناس بالليل، ما بقاش كيبغي يديها الناس بالليل، ولات كتجي صعوبه في الناس. البنات نصيحه من عندي، نصيحه من عندي، حيدوا عليكم هذا الشيء، حيدوا عليكم، خذوا شي حاجه طبيعيه البنات. راه هذا راه الا ما دار لك اللي ما دارلكش ديك الوسواس ودار لك بحال دابا كنت بارطاجيت معاكم الفيديو ديال الكينه ديال بيرفيتال. بيرفيتال كما قلت لكم انها كدير الهلوسه وكدير شحال من حاجه، هذا يقدر انه ما دار لهاش داك الشيء البنات، انه فتح ليها الشهيه. ما نكتبش انه فتح ليها الشهيه، بقات كتاكل الليل، بقات كتنوض كتاكل، كتفيق كتاكل، يعني اللي لقاتو قدامها تتاكلو. ولكن البنات راه مي كتقطعيه كترجعي كفس ملي كنتي، وعاد على وعاد الا ما دارلكش مضاعفات في الصحه ديالك البنات. راه كيدير الماء تحت الجلد، يعني كتخرجي على راسك بيديك. لاش اختي انني نضر راسي على ود واحد اخر؟ تعلموا البنات، تعلموا انها تكون عندكم ثقه في راسكم، انكم تكونوا نتوما تايقين في راسكم. ماشي انا نشرب شي حاجه ونهلك الصحه ديالي ونخرج على الصحه ديالي باش انا واحد اخر يقول لي واو وليتي واعره، او واو لو عندك مناطق واعرين. علاش انا غادي نضر صحتي على واحد اخر؟ البنات تقبلوا راسكم، تعلموا انكم تبغيو راسكم، تعلموا انكم تقبلوا راسكم كيف ما نتوما. الا اختي باغا تغلاضي عطى الله وصفات طبيعيه البنات، غير نتوما بصح انكم ما كتبغيوش شي حاجه اللي كطول المده، خاصكم شي حاجه بالزربه تغلاضوا. لكن ما تضر صحتكم، بصح انكم غتنفخوا. انا ما تنقولش انكم غتغلاضوا، غتنفخوا يعني ما صحاحينش على الصح. وحتى ديك الحساء الصحراويه البنات الا بغيتوا ديروها هي زوينه، ولكن ديروها بيديكم، ما تمشيو تشريوها من عند واحد اخر. قلت لكم هذيك الحساء الصحراويه زوينه، زوينه البنات، انكم الا صايبتوها بيديكم هذيك واعره، واعره البنات الا صايبتوها بيديكم راح حسن ليكم. ولكن البنات ما تمشوش تشريوها من بلاصه اخرى راه كيدكو فيها الكينه البنات، كيدكو فيها الكينه او تيديروا فيها السيرو او تيديروا فيها شي حاجه اخرى البنات الله اعلم. المهم البنات الحاجه اللي تبغيو تشريوها ديروها بيديكم، هي الحسا زوينه انكم تصيبوا على يديكم، احسن لكم من هاد السيروات البنات، واحسن لكم من شحال من حاجه البنات. هادشي راه كضروا به صحتكم وكتخرجوا على الصحه ديالكم وكتاديوها، كتاديو نفسكم البنات، والله الا كتاديو نفسكم. المهم البنات كما قلت لكم انا ما كننصحش بهذا الشيء، كما قلت لكم انا في القناه ديالي ما عمري انني نبارطاجي معكم شي حاجه نقول لكم سيروا شريو السيرو ولا شريو هاد الكينات راه كتفتح الشهيه ولا هاد الكينه راه كدير. البنات راه ما كاينش ما احسن من شي حوايج اللي طبيعيين. بامكانكم تاخذوا مكملات غذائيه، مكملات غذائيه طوب البنات غزالين، بعدا ما يضروكمش ولا غيصحوكم، تقدروا يقدروا يصحوكم يقدروا ما يصحوكمش على المدى الطويل البنات. ووصفه بغيتي تصححي اختي وصفه طبيعيه، وصفه طبيعيه راه الحلبه فيها فوائد لا توصف البنات، راه غزاله. غير نتوما خصكم تعلموا انكم تصبروا. المهم البنات انا راه غير بغيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا، بصح بقات فيا الصديقه ديالي بقات فيا بزاف، وقلت ولا بد ان نبارطاجيها مع خوتي باش انهم ياخذوا تجربه وياخذوا يعني نديرها كتوعيه للناس انهم يحيدوا عليهم الحاجه اللي كضر الصحه ديالهم. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايك زوين بحالكم وتبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي كتبغيو، وباش تعم الفائده على الجميع البنات. وشكرا لكم بزاف على التشجيع، شكرا لكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والناس اللي كتبغيو. مع السلامه، فيديو جاي ان شاء الله.